مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف 11 علمي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الأحياء والفصل الدراسي الأول. ما زلنا في الحديث عن الوحدة الأولى، الكيمياء الحيوية، الجزيئات الحيوية، ونبدأ اليوم في الحديث عن الدرس الرابع في هذه الوحدة عن الليبيدات. في نهاية هذا الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يعرف المقصود بتركيب الليبيدات ويقارن بين الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة، وأن يفرق بين الدهون والزيوت. لدينا اليوم عديد الطالب مجموعة من المفردات هي الليبيد، الحمض الدهني، الدهن المشبع، الدهن غير المشبع. قيمة اليوم عزيز الطالب هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سؤال اليوم عزيز الطالب: ما المقصود بالليبيدات؟ للإجابة على هذا السؤال افتح كتاب الطالب صفحة 28 ثم اقرأ الفقرة الأولى. ما المقصود بالليبيدات؟ تشمل الليبيدات مجموعة متنوعة من المركبات العضوية تشترك جميعها بعدم ذائبيتها بالماء، بالإضافة لاحتوائها على عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين، لكن بنسبة مختلفة عن الكربوهيدرات. وتشمل الليبيدات على مجموعة من الدهن أو الشمع أو الزيت أو الاستيرويد. تنتج كل من النباتات والحيوانات الليبيدات، فالحيوانات تصنع الحليب وهو خليط مائي تتشتت فيه جزيئات الدهن، والنباتات كشجرة الزيتون تنتج زيت الزيتون. وتعد الأحماض الدهنية أبسط الليبيدات، وتتكون هذه الأحماض من سلسلة هيدروكربونية طويلة في أحد طرفيها مجموعة وظيفية COOH، علما بأن المجموعة COOH موجودة في جميع الأحماض العضوية. على سبيل المثال يعد حمض الأوليك حمضا دهنيا شائعا موجودا في العديد من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية. في البداية عزيزي الطالب، عندما نتعرف على الليبيدات نجد أنها مجموعة من المركبات العضوية لا تذوب في الماء، وهي تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين. وتشمل الليبيدات كل من الدهن كما ترى في هذه الصورة، والشمع، والزيت، وأيضا توجد أنواع من الدهون تسمى الاسترويدات. تقوم كل من النباتات والحيوانات بإنتاج الليبيدات عزيز الطالب. الحيوانات تصنع الحليب وهو عبارة عن خليط مائي تتشتت فيه جزيئات الدهن، بينما النباتات مثل شجرة الزيتون تنتج زيت الزيتون وهو نوع من أنواع الليبيدات. السؤال الأول عزيز الطالب: اشرح التركيب الكيميائي للليبيدات. هي مجموعة من المركبات العضوية التي لا تذوب في الماء، وهي تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين. عدد أنواع الليبيدات. يوجد أربعة أنواع رئيسية من الليبيدات، هي الدهن والشمع والزيت والاسترويدات. ما هي أبسط الليبيدات عزيزي الطالب؟ الأحماض الدهنية هي أبسط الليبيدات. يتكون الحمض الدهني من سلسلة هيدروكربونية طويلة في أحد طرفيها مجموعة وظيفية COOH. مجموعة الكربوكسيل الوظيفية COOH موجودة في جميع الأحماض العضوية، ليس فقط الأحماض الدهنية، ولكنها كما سنرى في الدرس القادم توجد أيضا في الأحماض الأمينية والوحدات البنائية التي يتكون منها البروتين. مثال على ذلك على الطالب حمض الأوليك، وهو مثال على أحمض أحد الأحماض الدهنية.
سوف ندري عزيزي الطالب أن هنا يوجد مجموعة الكربوكسيل، وهذه تمثل سلسلة هيدروكربونية، وهذه هي الأجزاء الرئيسية في أي حمض دهني. حمض الأوليك هو حمض دهني شائع موجود في العديد من الدهون والزيوت النباتية. ما هي أنواع الأحماض الدهنية عزيزي الطالب؟ الأحماض الدهنية هي أبسط الليبيدات، ويوجد نوعان من الأحماض الدهنية، يوجد أحماض دهنية مشبعة ويوجد أحماض دهنية غير مشبعة. انظر عزيزي الطالب إلى هاتين الصورتين. عندما نجد أن جميع الروابط بين ذرات الكربون هي روابط أحادية، يمكن أن نطلق على هذا الحمض الدهني أنه حمض دهني مشبع. وعندما نجد أن هناك بعض الروابط بين ذرات الكربون في الحمض الدهني روابط ثنائية كما ترى في هذه الصورة، سوف تعرف عزيزي الطالب أن هذا مثال على حمض دهني غير مشبع. استنتج الفرق بين كل من الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة. قارن بين الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة. سوف تجد عزيزي الطالب هنا أن الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة بينهما عدة فروق. في البداية التركيب، تحتوي الأحماض الدهنية المشبعة على روابط تساهمية أحادية بين ذرات الكربون، بينما تحتوي الأحماض الدهنية غير المشبعة على روابط تساهمية ثنائية واحدة على الأقل بين بعض ذرات الكربون. الحالة، ونقصد هنا الحالة الفيزيائية، الأحماض الدهنية المشبعة عادة ما تشارك في تركيب الليبيدات التي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، بينما الأحماض الدهنية غير المشبعة عادة ما تشترك في تكوين الليبيدات التي تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة مثل الزيوت. شكل السلسلة في الحمض الدهني المشبع كما ترى في هذا الحمض، شكل السلسلة تكون سلسلة مستقيمة، بينما في الأحماض الدهنية غير المشبعة تكون السلسلة منحنية أو تحتوي على انحناءات. الهضم، الأحماض الدهنية المشبعة ذو الطالب هضمها يكون صعبا أو هو ليس سهلا في سبيل توفير الطاقة، وهضم الأحماض الدهنية غير المشبعة يكون أسهل لأن الروابط التساهمية الثنائية تغير شكل السلسلة المستقيمة وتعطيها شكلا منحنيا. السؤال الثاني عزيزي الطالب، ما نوع المركب الكيميائي الموضح بالشكل الآتي؟ هذا الشكل يوضح حمض دهني مشبع لأن جميع الروابط بين ذرات الكربون وبعضها البعض هي روابط تساهمية أحادية. ما نوع المركب الكيميائي الموضح بالشكل التالي؟ هذا المركب الكيميائي الموضح بالشكل التالي هو حمض دهني غير مشبع لأنه يحتوي على رابطة تساهمية ثنائية واحدة على الأقل. قارن بين الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة كما بالجدول. سوف نجد عزيزي الطالب أن التركيب الحمض الدهني المشبع يحتوي على روابط تساهمية أحادية من ذرات الكربون، الحمض الدهني غير المشبع يحتوي على رابطة تساهمية ثنائية واحدة على الأقل من ذرات الكربون. الحالة الفيزيائية للأحماض الدهنية المشبعة عادة ما تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، بينما الأحماض الدهنية غير المشبعة عادة ما تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة. شكل السلسلة في الأحماض الدهنية المشبعة مستقيمة، وهنا شكل السلسلة تكون منحنية. الهضم والتكسير في الأحماض الدهنية المشبعة ليس سهلا في سبيل توفير الطاقة، بينما هضم الأحماض الدهنية غير المشبعة يكون أسهل لأن الروابط التساهمية الثنائية تغير شكل السلسلة المستقيمة إلى منحنية. انتقل بعد ذلك عزيزي الطالب إلى الفرق بين الزيوت والدهون. يوجد نوعان من الليبيدات، الدهون والزيوت. الفرق في التركيب الكيميائي، الدهون تحتوي على أحماض دهنية مشبعة بينها روابط تساهمية أحادية بين ذرات الكربون، بينما الزيوت تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة بها روابط تساهمية ثنائية واحدة على الأقل من ذرات الكربون. الحالة الفيزيائية للدهون هي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، بينما الزيوت عادة ما تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة. السؤال الثالث عزيزي الطالب، قارن بين الدهون والزيوت كما بالجدول. الدهون تحتوي على أحماض دهنية مشبعة بها روابط تساهمية أحادية بين ذرات الكربون، بينما الزيوت تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة بها روابط تساهمية ثنائية واحدة على الأقل بين ذرات الكربون. الحالة الفيزيائية، عادة الدهون تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، والزيوت تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة. فسر، يمكن تحويل الزيوت النباتية السائلة إلى دهون صلبة،
من خلال تحويل الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في الزيوت النباتية إلى أحماض دهنية مشبعة، فبالتالي يتحول الزيت النباتي السائل إلى دهن صلب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.